أنا بيكون في حلقة جديدة من برنامج عمر ريكومنز. المرة دي أنا مش هتكلم عن مجموعة لعب جديدة، وإنما هتكلم عن تجربتي مع جهاز نينتندو سويتش. الحلقة دي حلقة خاصة مش هتتكرر كتير، وهنرجع للنظام القديم بتاعنا الحلقة اللي جاية وأكلمكم على الألعاب اللي لعبتها في الشهرين دول. نرجع تاني لجهاز نينتندو. الفترة اللي فاتت قدرت أحط إيدي على جهاز سويتش واشتريت له بعض اللعب علشان أجربها. مبدئياً تعالوا نتكلم عن تجربة الجهاز نفسه. في وجهة نظري السويتش واحد من الأجهزة اللي استخدمها في حد ذاته ممتع جداً، من أول تركيب وفك الدراعات اللي في الجهاز من الجنب وصوت التكات بتاعت التركيب وحتى إحساس الدراعات نفسها. الجهاز تحس انه في مستوى مختلف من الرقي عن باقي الأجهزة اللي استخدمناها في حياتنا قبل كده، بس ده طبيعي ومش جديد على شركة نينتندو، لكن المرة دي الحقيقة تفوقوا على نفسهم بالذات في الحتة بتاعت رقي التصنيع بتاع الجهاز. من امتع التجارب اللي عشتها مع الجهاز ده هي فكرة ان وانت بتلعب في اي وقت ممكن تشد الجهاز من على الدوكينج بتاعه وتكمل لعب عادي جدا، مفيش وقت لودينج، مفيش لحظة صمت، ومفيش اي لاج. في ثانية واحدة على شاشة كبيرة والثانية اللي بعدها في ايدك زي الموبايل. طيب ده الجهاز نفسه. بالنسبة بقى للألعاب، هل كانت أمتع؟ الإجابة القصيرة هي الحقيقة لا. لازلت أفضل ألعب الألعاب بتاعتي على الكمبيوتر، ثم البلاي ستيشن، ثم النينتندو. أولاً الجرافيك طبعاً، ثانياً الحصريات اللي موجودة على بلاي ستيشن 4، وثالثاً الكونفينينس. الكمبيوتر طبعاً اتعودنا عليه من زمان، وده بيخلي التجربة بتاعتي إلى حد ما غير حيادية. بس الحقيقة إن معظم الناس اللي بيتفرجوا على الفيديو ده هيعيشوا نفس التجربة بتاعتي بالظبط. احساس الكيبورد والماوس في الالعاب ايا كانت احساس ممتع وفي حريه اكبر بكتير قوي من الدراعات. مع ذلك النينتندو سويتش رغم انه كتجربه بالنسبه لي على الاقل ما قدرتش تتفوق على البي سي، الا انها pretty close. اكيد طبعا لعبت الحصريات الكبيره ماريو ان رابيدز، سوبر ماريو اوديسي، وطبعا زلدا. المشترك بين الالعاب دي انها جايه مباشره من نينتندو، فلك ان تتخيل الكواليتي كنترول اللي على الشغل بتاعهم عامل ازاي. انا الحقيقه ما اتعلقتش قوي بماريو اوديسي زي ما اتعلقت بماريو اند رابيدز، ويمكن ده لاني ميال اكتر للترن بيست كومبات. في ماريو اند رابيدز القصه بتجمع بين شخصيات الرابيدز المجنونه الكوميديه وشخصيات عالم ماريو. اكتر شخصيه عجبتني الحقيقه هي شخصيه رابيد بيتش. الشخصيه دي اكتر شخصيه كوميديه في اللعبه كلها، ويمكن هي بطله الشاشه الحقيقيه واللي يوبي سوفت اكتشفتها بعد التصميم وبدات تستثمرها بشكل واضح في كل الاعلانات. الكومبات والليفل ديزاين بعيد كل البعد عن التعقيدات اللي في اكس كوم، وده شيء سلبي الى حد ما، بس بالنسبه لي كان بمثابه تسليه مؤقته اقدر بيها اقعد ريلاكس والعب وانا بستمتع مع اي بودكاست على الكمبيوتر. جربت كمان دي اس جديد للعبه اسمه دونكي كونج ادفنتشر، وفي شخصيات بتاعتي بقت بتستخدم اسلحه معموله بستايل الفوكسل ارت، والضربات بتاعتها ليها تاثير ريترو مرضي جدا الحقيقه، وبيلعب كمان على حته النوستالجيا. من اكتر الالعاب اللي تعلقت بيها كانت زلدا. اي نعم ما لعبتهاش للاخر، والصراحه مش متحمس ان العبها للاخر لانها مش بيرفكت زي ما الناس بتقول، على الاقل حسب تجربتي الشخصيه ليها، بس هي على اقل تقدير تستاهل 9 من 10. اعتقد الناس بتقول عليها بيرفكت لعده اسباب منطقيه جدا، اولهم واهمهم حجم المحتوى نفسه والكود ستراكشر بتاع اللعبه، وفكره الهاردكور ار بي جي بقت محبوبه بشكل واسع واحيانا مبالغ فيه. من ناحية المحتوى فاللعبة ضخمة جدا، تنوع رهيب في الأماكن، الأسلحة، الخصوم، طريقة اللعب والبازلز. المحتوى غالبا هو أكبر حاجة عجب الناس للليفل ده، لأنها لعبة ممكن تتسحل في العالم بتاعها لمدة أيام وما تخلصهاش. بالنسبة للكود ستراكشر فهي لعبة سوليد جدا، نادرا ما هتلاقي فيها بوكس. الميكانيكس بتاعتها دقيقة جدا، واللعبة تعد تحفة تقنية وهندسية بمقاييس كتير، ولو إنها بتعاني من وقت لآخر من ضعف في الفريم ريت، لكن مش بالشكل الكافي اللي ممكن يفسد التجربة بأي شكل. رابع لعبة جربتها كانت Little Nightmares. اللعبة دي كنت لعبتها قبل كده على البي سي واستمتعت بيها جدا، بالتحديد الانيميشنز وقد ايه كانت الحركة فيها سلسة وواقعية بشكل مريب. على نينتندو سويتش لعبت اكسبانشن جديد بعنوان The Kid's Story. شخصية بتظهر في نص اللعبة الأصلية وبيساعد البطلة، والحقيقة لقيت اني حاسس بحالة ملل وانا بجرب الجزء ده. السببين، اولهم ان الصدمة كانت موجودة في النسخة الأصلية، وثانيا الجزء ده ما بيقدم لكش اي جديد في الميكانيكس او في الوحوش، ما بتحسش انك بتلعب قصة مختلفة، انت مجرد بتلعب نفس اللعبة بس بشخصية تانية. مش عارف اذا كان تجربة اللعبة على سويتش في الحالة دي كان ليه تأثير على ضعف الجودة او لا، لان الحقيقة انا حسيت بده في لعبة تانية، لعبة بريدج كونستراكتور بورتال. اللعبة دي انا لعبتها ورجعتها على البي سي، وهي عبارة عن بريدج كونستراكتور بس فيها نظام البورتلز، واللي اولا واضح من اسم اللعبة، وثانيا بيخليها امتع من اللعبة الاصلية. في النسخة بتاعت السويتش اللعبة لعبتها عن طريق التاتش سكرين، وكنت فاكر ان جودة التجربة هنا هتكون افضل. الحقيقة انها كانت تجربة اضعف شوية، مش مشكلة جرافيك لا سمح الله، لكن التجربة ككل كانت اضعف على شاشة صغيرة ونظام تحكم بالشكل ده. اخيرا لعبة سلايم سان، لعبة بلاتفورمر صعبة جدا اشبه بسوبر ميت بوي. لعبت منها اول 5 مستويات بس، وكانت التجربة اشبه بالعاب الموبايل، كانت لذيذة جدا لكن ما كانتش حاجة جديدة ما تقدرش توصلها عن طريق الاجهزة التانية.
اي نعم لسه بدري نحكم على جهاز ده، لكن السويتش حاز على اعجابي بشكل كبير جدا وفي وقت قصير. ما هو ايش بديل للبي سي ولا البلاي ستيشن، لكنه بلا شك جهاز سهل جدا ومريح في التعامل معاه، ورغم ان التجارب عليه اقل شويه في الجوده من البلاي ستيشن 4 الا اني بلاقي نفسي بستخدمه اكتر، وده لانه سهل وسريع جدا في انك تبدا بالجيم سيشن بتاعتك. برضه نينتندو عامله مع جهاز حصريات ممتازه، بس عددها لسه ما يبررش تمن الجهاز بالمقارنه بالحصريات اللي على البلاي ستيشن 4. هل انا مبسوط بتجربتي مع السويتش؟ جدا الحقيقه. هل بنصح الناس كلها انها تشتريه؟ مش دلوقتي، غالبا هعمل فيديو تاني بعد فتره من استخدام الجهاز وبعد ما تنزل عليه حصريات كفايه. حاليا التزم بالبي سي او البلاي ستيشن 4 لو معك فلوس كفايه. شكرا للمتابعه، والمزيد عن عالم الالعاب خليكم معنا على جيم دوزر.